يبدو يعني ما اعرف انا اقرا ما بين السطور، نعم يبدو هو دا يشمر دا يطير بالونات تهدئة تسبق اللي راح يصير العاصفة. نهي. ما اعرف انا يعني دا يرمي حجج مقدما يعني دا يهدي الناس، انه يهدئ الناس هدي شارع ترى احنا خيش مو مهمة ما نوصل، قال مو اجبارية مو شرط نفوز بيها. هو حس شلون حس بالمباراة الاولى؟ المباراة الاولى واجهنا صعوبات كثيرة امام عمان، موقفنا صعب جدا. هو يعني مدرب ذكي بصراحة، كان تصريحاته واقعية ومنطقية تتناغم مع الواقع. هو مدرب يعني حاول يبعد الضغط عن الجهاز الفني وعن اللاعبين. تعرف المباراة أصحاب الأرض والجمهور، جمهورنا متعطش يعني للتتويجات، خاصة بكأس الخليج. يعني أخذ تتويج عام 1988 نعم. حنا 3 79 84 88 نعم. مع راحل عمو بابا. فالشعب محتاج فرحة، محتاجين تتويج، محتاجين كأس. رقم اثنين، أنا بحسب ما أعتقد كاساس ما يفكر بكاس الخليج، مع احتراماتي. كاساس يفكر بكاس العالم، هو قالها. يعتبر كاس الخليج محطه لمن؟ الكاس امم اسيا. وكاس امم اسيا محطه كاس العالم، ليش؟ لان في الحياه في اولويات. اولويات في مهم وفي اهم. المهم كاس الخليج، لكن الاهم امم اسيا، والاكثر اهتمام اللي هي اهميه اللي هي كاس العالم. نعم. بعدين احنا يعني كاساس تعرف انت مدرب جديد، يعني ما صار يعني 6 أشهر اقل او اكثر. يعرف كابتن حيدر والمشاهدين، كل مدرب عنده فلسفه تدريبيه، وعنده سيستم لعب رسم تكتيكي، وعنده نظام وعنده اسلوب لعب. هذا يحتاج له وقت. وقت يحتاج، ليش؟ حتى اول شيء هو يتعرف على مستويات اللاعبين، وكذلك اللاعبين يتعاملون على افكاره. هو لكن هاي الجزئيه، الجمهور العراقي اليوم انت قلت متعطش لرؤيه منتخب يفوز بارضه وبين جماهيره، وده يلعب امام منتخبات يعني مو تفوقه بكثير، وبالتالي خساره اللقب قد تؤثر على الدعم الجماهيري احيانا. انت شلون تشوف اليوم تفاعل الجمهور؟ هو يعني بكل تاكيد من حق الجمهور، وانا اول واحد طبعا، من حق المواطن انه يطمح الى الى التتويج، الوصول للمباراه النهائيه، الفوز بالكاس، فرحه. تدري انت عرس يصير طبعا بعد المباراه الختاميه والنهائيه، لكن انت مو كل شيء تتمناه يصير طبعا. بدليل واجهنا صعوبات امام عمان، واليوم احنا يعني اليوم احنا طبعا اكيد مع السعوديه مباراه مهمه وصعبه جدا، بالتالي هو عنده مخاوف، عنده قلق. نعم. هسه لازم نفوز اليوم، هاي لازم نفوز، ويجب ان نفوز. هذا هو عامل ضغط على من؟ على اللاعبين، على الجهاز الفني من قبل الجماهير. نعم. والاعلام. لكن انا اقول لك كاساس يا هذا وقت بصراحه، لانه هذا المدرب يحتاج يعني المباراه الثانيه، المباراه الثالثه ويا المنتخب الرجال، يعني هذا وقت صعب الحكم. آه يعني قلت لك عنده رسم تكتيكي وعنده اسلوب لعب، يحتاج لادوات. طيب هاي الادوات ما تجي بين بين, بين يوم وليله، هذا يحتاج لها وقت من خلال مباريات تجريبيه، من خلال البطولات. راح يعرف من اللاعب الاكثر ملائمه اللي يتناغم ويتفق وينسجم ويطبق افكاره التدريبيه داخل الملعب. طيب.